البحرانيون استقبلوا شهر فبراير هذا العام وهم أكثر عزيمة وإصرارا على المضي بثورتهم التي اندلعت في مثل هذا الشهر قبل 5 أعوام. 5 أعوام من البطش وسفك الدماء والاعتقالات والحصار الاقتصادي وخنق الحريات لم تنجح في كسر إرادة البحرانيين الذين أطلقوا على هذا الشهر اسم فبراير الإرادة. إنهم يستعيدون اليوم ذكرى الثورة التي أقضت مضاجع الخليفيين وتركتهم يستنجدون بجيش الاحتلال السعودي وبأسيادهم البريطانيين والأمريكيين وبالمرتزقة، لكنهم فشلوا ورغم كل ذلك في إخماد لهيب الثورة التي يتصاعد أوارها كل يوم في القرى والبلدات البحرانية. فالتظاهرات والصدامات اليومية تثبت بأن القضاء على الثورة ليس سوى حلم يراود آل خليفة في منامهم، إلا أنهم ما يلبث أن يستفيقوا من غفلتهم على وقع شعار يسقط مليكهم حمد الذي يتردد صداه في الأرجاء. آل خليفة الذين عرفوا بغدرهم وبنكثهم للعهود، عقد شعب البحرين العزم على إسقاط نظام حكمهم الذي نخر فيه الفساد حتى أصبح إصلاحه مستحيلا ولا بديل لهم غير استئصاله.